قبيسة أن تفاجئ محمود، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الجميلة شيرين بيوتي اللي تفاعلت بمجموعة من الستوريات من حفلة ميلاد نارين بيوتي، وكشفت عن الرسمة تبعها. ورسمة شيرين لفتت انتباه الجمهور بعد كلام سدرة اللي علقت عليها راح أقول لك شو تقولي؟ البعض توقع انه رسمة شيرين فيها سر عن اسامة. نمر الى الثنائي الجميل بيسان ومحمود اللي تفاعلوا اليوم بمجموعة من الستوريات، اترككم على اللقطة. يلا امي شو عم تسوي انت؟ شو عم تسوي؟ شو عم تسوي؟ شوف فرق السمار، انا اسود هي بيضة هيك. ولك عم تعضني؟ يلا قومي لوين؟ قومي لبرا، عامل لك قعدة حلوة رومانسية على الأمطار الجميلة والهواء الجميل يا عم.